روح يا المهبول، اروح اروح. يو السلام عليكم خواتي، ومرحبا بكم في خالاتي وخالاتكم شيري فلوج ديزاد. اليوم خواتي رجعت لكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح نجاوب على جميع اسئلتكم، سواء الاسئله اللي طرحتوا عليا في اليوتيوب ولا على حسابي على الانستغرام. واول سؤال خوتي يجاني بزاف هو كيفاش طلعت الى فرنسا، واش لازم تعرفوا خوتي، انا درت فيزا ديتود، يعني درت باش نكمل قرايتي هنا في فرنسا. كي جبت لا ليسونس في الجزائر درت فيزا ديتود وقبلوا لي الفيزا تاعي وجيت لفرنسا. نشفى جيت العام اللي فات، شفى على لادات 23 اوت 2021، طلعت لباري. لباري قعدت 12 يوم، باسكو على بالكم خاوتي في هذيك لا بيريود الكوفيد، تسمى كي تفواياجي لازم تقعد سمانه، لا لازم تقعد 10 ايام، انا قالوا لي 10 ايام، لازم تقعد 10 ايام في البيت باش دير كونفيرم، وعلى بالكم الحاله كيف. المهم خاوتي قعدت 12 يوم عند الكوزا تاعي فريد، اذا راك تشوف هذا الفيديو تحيه ليك من كوزا. ومن بعد اخوتي رحت لمارسيليا، ومارسيليا رحت عند صاحبي سكيك دي زينو، تحيا ليك خويا زينو، قعدت عنده مدة. وبعدها تعرفت على ايميلي، تزوجتها، وبعدها شرينا مع بعض. واذا ما شفتوش الفيديو اخوتي كيفاش تعرفت على زوجتي فندير لكم فيديو تحت في صندوق الوصف. وثاني سؤال اللي جاني اخوتي هو ما هي وظيفتك هنا في فرنسا؟ انا خوتي راني يوتيديون ومنتو نخدم، نكمل لا ليسونس تاعي هنا في مارسيليا، نقرا في لونيفرسيتي تاع اكسون بروفونس، ومنتو خوتي في لي ويكاند نخدم في ريستورون، الجمعه والسبت نخدم في ريستورون. اما باقي الايام خوتي فانا مؤثر انفلونسور على الانستغرام، واذا ما راكش تابعني في الانستغرام نخليك حسابي في صندوق الوصف تابعني، فكل يوم ندير ستوريات. والثالث سؤال اللي جاني بزاف خوتي هو كيفاش ندير لي ديمارش تاعي باش نجي فرنسا ولا باش نكمل قرايتي هنا. اول حاجه لازم تعرفوا خوتي بلي انا ما رانيش بروفيسيونيل، تسمى ميم انا درت لي ديمارش تاعي عند لاجونس، يعني اجونس خاصه بلي ديمارش، وانا غير جوزت تي سي اف ومديت لي دوكيمون اللي نحتاجهم، على بالكم لابروسيدور كيفاش هي خوتي. وثاني واش لازم تعرفوا خوتي بليك للمرة الثانية باش مدولي الفيزا، يعني المرة الأولى كي درت لي ديمارش عندي الرفو قالوا لي ما عندكش بزاف لي روسوس موتيف دو، والمرة الثانية كي عاودت درت الفيزا ديتود درت بزاف لي كارو وقبلوني، ودوكا راني هنا في فرنسا. السؤال الرابع اللي جاني خوتي، انا من اي منطقه في الجزائر؟ انا من منطقه القبائل من مدينه بجاية. والسؤال الخامس خوتي والاخير هو اشحال في عمرك وهل زوجتك اسلمت؟ عمري 21 سنه، ونعم زوجتي اسلمت، فقد انطقت الشهاده وراهي مسلمه. وقبل نهايه الفيديو خوتي حبيت ندير ديديكاس لخويا اسماعيل من الرباط وجميع الناس المغرب اللي راهم يتبعوني في القناة، وأيضا حبيت ندير ديديكاس لأبناء بلدي الجزائر، وحبيت نشكر الجميع اللي يدعموني في القناة، فكل يوم تكبر قناتنا شوية بشوية. واش ثاني حبيت نقول خوتي، شكرا أيضا لعائلتي وجميع أصدقائي سواء هنا في فرنسا أو في الجزائر. إذا أعجبكم هذا الفيديو خوتي ديروا لي لايك والشير وسبسكرايب، وإذا راكم حبيتوا ندير لكم فيديو ثاني أجيب على أسئلتكم قولوا لي في التعليقات، وطرحوا لي عليا جميع أسئلتكم، وإن شاء الله سوف أعمل فيديو خفيف ظريف مثل هذا الفيديو وأجيب على جميع الأسئلة. وسمحوا لي ثاني خوتي راني عييت شوية باسكو درت سبور سي بورصا. المهم خوتي نقول لكم سلام ونلتقي في فيديو جديد، مع السلامة.